بناء على الرغبة السامية من سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وعلى ضوء إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدء عمليات العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج اليوم الأحد 19 أبريل، وصلت وبحمد الله وبسلامة الطائرة الأولى للخطوط الجوية الكويتية من دبي، وعليها العديد من مواطنينا الأفاضل في الخارج. طبعا هناك اليوم مجدول 28 رحلة جدولتها سلطات الطيران المدني، وسوف تتبعها مراحل من جميع دول العالم. أبو الجميع ووالد الجميع سيدي حضرة صاحب السمو كل أبنائه في الخارج في كل دول العالم في كل قارات العالم هم تحت رعايته واهتمامه، وكلهم إن شاء الله سوف تكون لهم الفرصة إن رغبوا بالعودة إلى الكويت، سوف تعلن المراحل تباعا. الآن هي المرحلة الأولى 19-20-21، يتبعها يوم 22 أبريل اللي هو مرحلة تقييم وإعداد التحضيرات والتجهيزات والإعداد المناسب للمرحلة التي تليها، واللي راح تكون يوم 23-24-25 وتباعا، يوم تقييم وتجهيز وإعداد ويتبعه 3 أيام، وكلها إن شاء الله مخطط لها ومجدولة في كل أماكن العالم. إذا لم تكن هناك في جهة موجودة الآن، أطمئن أهل الكويت إن راح تشوفونها في الجداول القادمة.